الو اخوان اللي يلا دخلوا اللايف بارطاجيو اللايف، واللي ما دايرش ابوني خرج من اللايف دير ابوني ورجع اللايف حيت سيغ اي سيغ هاد الكونت غادي نردو بريفي. السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ربي يخير السمع. مزيان الله يطول لينا عمرك. الصباح هو مرحبا بك، مرحبا بك. شكون معايا؟ الله يبارك فيك، معك كريم من مراكش. مرحبا كريم من مراكش. شحال في عمرك استاذ؟ في عمري 28 سنه. من باغي دير هاد التيست؟ ندير التيست لواحد البنت في بني بلاد. شنو الاسم ديالها؟ الاسم ديالها بوشطة. شحال في عمرها؟ في عمرها 20 سنه. شحال انت معاها؟ دابا 3 شهور. دابا 3 شهور ديالها. تلاقيتو ولا باقي؟ تلاقينا، راه دايرين خطوه رسميه. دابا 3 شهور. مشيتي عندها ولا جات لعندك؟ ايوا دابا الحال مشيت عندها. اييه قول لي، واش 3 شهور فيها الخطوبه الرسميه وكلشي ولا كتعرفها ديجا من قبل؟ شهر درنا خطوبه. ما عندي ما يسالك. دونك انت اللي بادرتي ومشيتي عندها؟ ايوا بطبيعه الحال. مرحبا، عطيني الرقم ديالها. 06 زيد 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 عاود يا الله ما صدرش حتى نقولها لك. الو السلام عليكم. اهلا وسهلا الانسه بشرى هذه. مرحبا بك اختي العزيزه. صافا لالا بشرى بخير؟ العائله الاحوال ديال كلشي لاباس الحمد لله. نهار كبير هذا بشرى، مرحبا بك. انت حاليا راك معنا في برنامج خطوه قبل الزواج مع السي محمد السريري. فايت لك مفرجه في برنامج ديالنا لالا بشرى ولا لا؟ مرحبا بك. انت حاليا راك معنا على المباشر، والشرف لينا انك تولي متابعه من المتتبعات الجداد ديالنا. بشرى مدينه بني ملال 26 سنه. مرحبا بك بشرى. جانا واحد اتصال عند واحد السيد من مدينه بني ملال، قال لنا باللي انت وياه في علاقه حب مع بعضياتكم وعنده واحد المفاجاه لك بشرى. اوكي انا غندوزو لك، هو كذلك راه معنا على المباشر، هو اللي عطانا الرقم ديالك وهاد المعلومات. اوكي واحد السيد من مدينه بني ملال قال لنا باللي تعرفتوا انت وياه ودخلتوا في علاقه حب وموعدك للزواج ان شاء الله. كنظن بلي راك عرفتي شكون. واش مؤخرا ولا حلاتي ولا ها؟ مهم ما قالش لي هو شحال باش تعرفتو، وانما في بني ملال نفس المدينه اللي انت فيها. راه كيسمع المكالمه دابا، غندوز لك تهضري معاه. واخا دوز لي. كنظن بلي راك عرفتي شكون. هذاك الانسان اللي على بالك، ما تمشيش بعيد، خلي التفكير ديالك يبقى يحداك، ما تفكريش بعيد. هذاك الانسان اللي على بالك. اوكي كنظن بلي راك عرفتي شكون. الاسم الاول ديالو ما نقدرش تقول الاسم. لا غير الاسم الاول، ما تقوليش النسب، الاسم. حتى الا ما كانش هو راه غنقولك ماشي هو، حيت المكالمه دابا مديول ليه هو ميوت ما كيسمعش، باش ما يكونش شي احراج ولا هذا، حيت حنا عارفين لي جون ديال هذا الوقت ضروري كيكون جوج ثلاثه كيقول لي صدق هو هذاك. ماشي مشكل. دونك الاسم ديال هذا الانسان اللي انت عارفه كيبغيك مدينه بني ملال ام عليك الزواج. وي بني ملال. خليك معايا شوف السيستيم. فعلا السي ياسين اللي اتصل بينا لالا بشرى. دونك انا غنحيد لي الميوت وغادي ندوزو ليك. مستعده؟ اوكي. نفس الحب بعدا متبادل بيناتكم؟ الله يكمل عليكم بالخير. عاقل على شحال هادي باش تعرفو انت وياه ولا لا؟ عام باش بديتوها. خليك معايا ندوزو لك. ناري باش كتحس كريم؟ كريم اش نقول لك صراحه صدمه مشكل. واه ناري ناري. السلام عليكم لاله بشرى. بشرى ها هي ياسين معك. كريم تجاوبي. الو
كنساكش ما كنسمعكش صوت كبير وا هي كتهضر اصاحبي حاول تقرب التليفون يلاه واحد جوج ثلاثه هي كتهضر معك كريم هذا صافي هو هذا المهم راك عرفتي شكون المهم هكذا كيكونوا بنات من مسؤول اللي في الدار المهم غدا ان شاء الله راه غادي نهضر مع الوالدين ديال الناس في الوقت الشيء يلاه صافي صافي تصبحي على خير صافي شكرا اخويا سيمون الله يسهل عليك بلاتي هضر معاه هضر واش غنقول لي مثلا شنو شكرا اخويا سيمون بشرى شنو هذا الشيء ها علاش كتبكي كلشي كان رسمي والديا مشاو عندو هو ولزيها وهادي صعب ماشي مشكل هاني بشرى شنو هادشي يلا شكرا اخويا بلاتي بلاتي خليك شنو هادشي يا بشرى السيد خاطبك خطوبة رسمية وجيب والديه كل ما كتبغيش كتهضري على كريم ما كتبغيش وشكون بزو عليك ها هضري هضري ما تحشميش قطعات يدي عرقات الخوت ويني ري ناري 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 في الاخر يجي واحد يقول لك اخويا راه مزيان هاد الناس وهادي وهادي مازال ما كرا في على الله ناري 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 اكبر شمس العاشية شمس العاشية دير بصح شبان لكم الخوت ولكن هي قالت لك باللي اصلا انت ما كتبغيش هذا الشيء اللي الخطوبه اللي خلاتها تكون رسميه معك مبزينها عليها بزز منها علاش تقولها لي بعدا اصلا ملي كنهضر معها انا كتقول لي هي قريب لو انا كنبغيك وانا كنموت عليك شنو زعما شنو هي هادي وبلاد بعدا امو ما كتبش عليك كيجيك الصراحه يقول لك اش ممكن اشنو كاين يعني ماشي راه الزواج راه ماشي ديال الليل ولا ديال النهار ولا يومين ولا شي مره ديال الحياه زعما دايرين بروغرام من هنا زعما سانكو زعما نديرو العرس وهادي وهادي صافي ناري 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 وعلى خدمتي سمحت في خدمتي من طنجة جيت لمراكش ماشي مشكل الله يدير لك شي تهويل خير خير اخويا السيمو شكرا تحياتي لك اخويا شكرا اخويا شكرا ناري 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 يا خوت اكبر شمس تسوي تسعد ما الو السلام عليكم وي الخوت اللي داخلين اللايف وما دايرينش ابوني لهذا الكونط هذا خرجوا من اللايف تابوناو في هذا الكونط هذا حيت راه غنردو بريفي انا غنبقى نقولها في كل لايف مده ديال السيمانه من اليوم بحال اليوم شنو اليوم الاربع الجاي غنردو بريفي اللي دير ابوني هو اللي غادي يبقى يتفرج في اللايفات اوكي اي واحد هذا 10700 واحد اللي في اللايف اللي ما دايرش ابوني يخرج من اللايف ويتابونا في هذا الكونط اوكي الو السلام عليكم وعاد دخلوا اللايف صافا بخير خويا انا البنت ديال البارح شكون اللي قلت لك قبل جرب واحد الولد دارني في ديبلاسمون في تيكوان ومدينه ما جاوبناش ولا شنو كان وقع ما جاوبش البارح ولكن اليوم ان شاء الله يقدر يجاوب حيت كان داخل الباب شنو سميتك شمدينه شحال في عمرك نهيلة من بنين لال عندي 20 عام من بغا دير هاد التست واحد الولد شنو سميتو سميتو
سميتو صلاح. صلاح منين؟ هو الاصل ديالو من بنان، ولكن خدام في الرباط، دابا دي بلاصمون في تطوان. صافي لوطو ما جابهمش. شحال في عمره؟ 26. شحال انتي معاه؟ عام دابا. قلتي لي هو جندارمون ياك؟ نعم. جندارمي هو؟ جندارمي. عطيني الرقم ديالو. 06. اها اها اي باقا. يلا ما تهضريش حتى نقولها لك. اختي البواط فوكال عاوتاني بحال البارح. المهم كان اونلاين اخويا غير دابا. ها انتوما بواط فوكال اختي العزيزه اللي كتشدني، تحياتي لك. الو السلام عليكم. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا. صافا الحمد لله. انت صافا بخير؟ شكون معايا؟ وي شكون معايا؟ اختي ما كنسمعكش، رفعي صوتك عافاك. معك حياه. بغيت ندير واحد الولد. حياه شنو مدينه؟ شحال في عمرك؟ من بغا دير هاد التيست؟ غندير التيست واحد واحد الدري شهيد. شهيد تا هو من ناظور. شحال في عمرو؟ 26. شحال ونتي معاه؟ هادي عامين. شمس عشية ريفية. عري الرقم ديالو. 06. ايه اها. شحال؟ عاودي. 96 ولا 90؟ اها 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 91. يلا ما تهضريش حتى نقولها لك. ناري الخوت عرقاتني ديك الشمس العشية، حق الله العظيم الا الصدمة. الو السلام عليكم. الو شهيد. السلام عليكم شهيد. اهلا وسهلا. صافا شهيد بخير؟ بخير العائله الاحوال كلشي لاباس الحمد لله. نهار كبير هذا شهيد، مرحبا بك. انت حاليا راك معنا على المباشر في برنامج خطوه قبل الزواج، معك السي محمد السريري، السي شهيد من مدينه الناظور، سن 26 سنه. مرحبا بك اوما. مليح. نهار كبير هذا، تحياتي ناس الريف. الله يحفظك. الله يكبر بك شهيد. كما قلت لك انت حاليا راك معنا على المباشر. جانا واحد الاتصال من عند واحد البنت، قالت لنا يلاه تعرفت عليك غير مؤخرا ودخلتي انت وياها في علاقه حب مع بعضياتكم، عندها واحد المفاجاه لك السي شهيد. اوكي انا غندوزها لك. كنظن باللي راك عرفتيها. شكون الاسم؟ الاسم الاول ذكر الاسم الاول. لا الاسم، الاسم الاول. سميتها انا شتويا الاسم ديالها. حياه وقيل. خليك معايا نشوف السيستم. لا ماشي حياه اللي اتصلت بينا السي شهيد. لا وي ماشي حياه. فكر مزيان. ايوا ما عرفتش انا هي اللي كنعرف. فكر مزيان، فكر مزيان. شكون الانسان اللي في حياتك؟ انا وقيل هي. نو ماشي هي اللي اتصلت بينا. وقيل شي غلط وقعت. تحياتي لك السي شهيد، فعلا حياه اللي اتصلت بينا ولكن راه تبقى عليها التليفون. مع السلامه. مكالمة من السعودية. الو السلام عليكم. وي السلام. عليكم السلام. مرحبا. الحمد لله. انت شخبارك؟ بخير الحمد لله. مرحبا. مرحبا. شكون معايا؟ نادي. دابا عقل على النمرة. اش هو غنعقل؟ انت اللي صونيتي البارح وصونيتي والبارح. نادي ممكن صوني على الظهر عندك. نادية منين في المغرب انت؟ اييه سوق الاربعاء. اوكي نفس السعوديه. شحال في عمرك؟ 27. كنت شاعر لمن باغا دير هاد التيست؟ كريمو قلت لك قميطه. كريمو واختي راه كندوز 100 واحد في النهار، اش غدك تعقل. شحال في عمر كريمو؟ شحال في عمر كريمو؟ 28 سنه. شحال انت معاه؟ 4 سنين. ما جاوبناش الاول البارح وما جاوبناش البارح، نشوفوا سهرك اليوم اش غايقول. 06.
اها ايه 6 7 يلا ما تتكلميش حتى نقولها لك صافي. ولا سالتني مكالمة ما معبأش هذا ما ديرش فيه انترناسيونال. الله والله اصلا والله مشات لي كامله صافي ما تهضريش. يلا الا تقطع عليك دخلي اللايف ما عندي ما نديرك حيت هذا اللي فيه الان. صافي كريمو غيسك نادية صافي غيسكتي تحياتي ناس الريف. المرة الأولى ما جاوبناش كريمو غنزيد لكم محاولة أختي العزيزة. والله حتى هو حبك أوه. حتى البرنامج حبك والله. حتى البرنامج كيحبك حتى أنا الشرف لي يا أختي العزيزة. الله يكبر بك أختي نادية. تحياتي الناس تسوق الأربعاء. أنا كنشكرك عزيزة عزيزة وغالية. والو أختي العزيزة ما كيجاوبش. مرحبا بك مع السلامة وشكرا لك على الهضرة الزوينة ديالك. الله يطول لك عمرك. شكرا بزاف. شكرا 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 جزيلا. ألو 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 السلام عليكم. السلام. صافا بخير الحمد لله. مرحبا شكون معايا؟ معك إيمان. إيمان اش شنو واختي راه حنا في اللايف والوقت كيدوز تا تكوني مستعده وصوني. يلا شكون معايا؟ إيمان منين؟ ها اختك حداك الصداع. هاني يعني بابا كنسمعك. ايمان منين؟ ايمان مخرج. شحال في عمرك؟ عندي 23 سنه. لمن باغا ديري هاد التيست؟ بس مجرد يوسف. منين؟ من بني ملات. شحال في عمره؟ عنده 25 سنه. شحال وانتي معاه؟ دابا المده ديال 4 شهور. اوكي اعطيني الرقم ديالو 06. ايه ايه 02. عاودي لي النمره بالزربه. يلا ما تهضريش تنقولها لك صافي. ما تهضريش تنقولها لك ايمان. الو السلام عليكم. الو اهلا وسهلا استاذ يوسف هذا. مرحبا بك. صافا سي يوسف بخير؟ العائله الاحوال ديال كل شيء لاباس الحمد لله. ياك ما فيقناك من نعاسك من شي ديرونجمون في هاد لابي. لا 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 الله ولكن راه فيقناك غير الخير. معك السي محمد السريري. انت حاليا راك معنا على المباشر في برنامج خطوه قبل الزواج. فايتك مفرش في البرنامج ديال السي يوسف ولا لا؟ الشرف لينا السي يوسف. يوسف مدينة بني ملال السن 25 سنة. مرحبا بك سي يوسف. واحد البنت مدينة بني ملال اتصلت برنامج ديالنا. هي عطاتني الرقم ديالك وهاد المعلومات باش نتصلوا بك. قالت لنا بلي انت وياها في علاقة حب مع بعضياتكم وعندها واحد المفاجأة لك هي اللي خلاتها انها تفيقك في هذا الوقت هذا بالضبط. اوكي وكنظن الا سمعتي هاد المفاجأة محال غادي ترجع تنعس. الخير خير ان شاء الله سي يوسف. قول لي يا استاذ كنظن بلي راك عرفتي شكون هاد البنت. وين بني ملال بنت بنين كما كيقولوا خبز الدار ما يديش البراني. الاسم الاول ذكرني الاسم الاول الله يخليك. ضروري الاسم الاول ضروري. ضروري الاسم الاول ضروري عندك ذكر نسب. نسب لا
خليك معايا نشوف السيستم. فعلا صابرين السي يوسف اللي اتصلت بينا، الله يكمل عليكم بالخير ويخليكم بعضياتكم. خليك معايا، خليك معايا ايمان. قطعت. الله على ايمان. الله على ايمان، ماتت مسكينه. باح قريب يا كثرت الهم كتضحك. يا انكم في لعبه. عندها شي مشكله استاذ يوسف، خليك معنا، احنا كنحاولوا نتصلوا بها. معنا سي يوسف ياك؟ مرحبا. كاي سوني، الى ما جاوبتيش اودي ايمان، الى ما جاوبتيش يا ربي. الا ما جاوبتيش يا ايمان، بغيت لك شي ولسي سابيل البيطاني يدك، ما تحطيهاش على الله يجزيها، ولكن خصها تجاوب بصراحه. عندها شي مشكل. عرفتي قالت لينا السي يوسف كثر من 50 مره وهي كتحاول الاتصال، وان فوا جاوبتي باش ندوزها لك كيتقطع ليها لا لين، ما كتجاوبش. خليك ملي كنبغي نهضر راه كندير ليه ميوت، حتى كنبغي نثبتو. كنظن بلي راه فرحانة بزاف. سي يوسف، الاسم اللي قلتي ديال البنت شكون؟ غير الاسم، الاسم حيت السيستم يلاه سميتو تمسح الاسم. غير الاسم، الاسم ذكرني، ولا خليك معايا نرجع ل خليك. سمية اللي قال، شنو سمية اللي قال؟ صابرين. سي يوسف، للاسف راه ماشي صابرين اتصلت بينا، هذه واحد البنت سميتها ايمان مدينه خريبكا، ملي سمعت الاسم قلتي صابرين اضطرت انها تقطع. اوكي، وما بقاتش بغات تجاوبنا. تحياتي لك السي يوسف. مرحبا. كتعرف مرحبا بك اخويا العزيز، تحياتي لك. كنقول لكم كتبوا وانتم قاعدين كتصيفطوا لي اليوم في الكومنت. حصلت واحد الحصلة كنت سنة أدي الهبال، حق الله على الهبال. شبان لكم في هذا النهار هذا؟ دونك الخوت سالينا نص ساعه ديالنا هنا في الانستغرام، اللي ما دايرش ابوني في هذا الكونط راه اليوم بحال اليوم في السيمانه الجايه الا ما مشاش عاوتاني هذا الكونط راه غنردو بريفي من هنا هذا النهار حتى الاربع الجاي غنردو بريفي. اللي ما ابونيش يخرج يتابونا، حيت اللي ابوني فيه هما اللي غادي يبقاو يتفرجوا في اللايف،
غادي نسد اللايف الخوت دابا في الانستغرام وغادي نمشي نفتح في الابليكاسيون ديال يوناو اللي كيقول علاش كتفتح الابليكاسيون ديال يوناو. يوناو الخوت انا خدام فيها وعاطيني لنا باللي يوميا على الاقل خصك دير ساعه ديال اللايف. دونك الخوت انا غنحاول نسد اللايف في الانستغرام. نتلاقاو كاملين في يوناو. الناس اللي متابعينا في اليوناو راه عارفين الابليكاسيون. اللي ما عارفينهاش الخوت هي هذه الابليكاسيون الاسم ديالها يوناو. الناس اللي عندهم ايفون غيلقاوها في الاب ستور, الناس اللي عندهم سامسونج غيلقاوها في بلاي ستور. غتانستاليو هذه الابليكاسيون غادي يطلع لكم واحد لافيش هنا قبل من هذه فيها فيسبوك يوتيوب تويتر باش بغيتو زعما تدخلوا غادي توركو ديريكت على الفيسبوك الخوت. غتطلع لكم بحال هذا بحال هذا ليكرون هادي. غادي تجيو للروشيرش مباشره غتكتبوا سي محمد السريري غيطلع لكم الكونت ديالي هو الاول. غتلقاوني لايف مباشره تما. الكونت ديالي فيه جوج نجمات جوج تيجان بالاحمر وليفل 180 انفو توركو عليه غتلقاوني داخل لايف. اوكي نتلاقاو الخوت كاملين في اليوناو تما غنكملوا التيست ديالنا. احلى تحياتي لكم كنحماق عليكم كاملين. اللي ما عندوش انستاليه راه فري. دونك الخوت نتلاقاو في يوناو كاملين. تحياتي لكم وما تنساوش ديما ابونيش في هذا الكونت يدير ابوني. ما عليكم الخوت.